من بعد ما أوقعت قرعة كأس محمد السادس للأندية الأبطال في نسخة 2020، خطبي الكرة في الدار البيضاء الرجاء والوداد الرياضيين في ديربي بيضاوي خالص، بدأ الحديث عن هذا الموعد الكبير والتفاصيل الخاصة بها، واللي ذكرت مصادر أنه غادي تلعب في حدود الساعة 8 بتوقيت المغرب المحلي، الأمر اللي أغضب السلطات المحلية بالعاصمة الاقتصادية. هذا وتعارض السلطات إجراء الديربي البيضاوي في التوقيت المذكور لدواعي أمنية، خصوصا وأن توقيت الديربي ومنذ سنوات معروف لدى الجميع، إذ غالبا ما يلعب في جميع المنافسات المحلية قبل الساعة 7 مساء، الأمر اللي لم تحبذه قنوات أبوظبي الرياضية التي ترى أن 8 مساء هو التوقيت المناسب لإجراء المباراة لعوامل عدة، في طليعتها أنه الوقت اللي كتحقق فيه من خلاله نسب مشاهدة عالية.